دولد السعودية جايين وندن كده شايسين أيدي ميتون تمشارات كي يجنون كي قاتان شغلها دولد يودن قاسي كدمر كي هوس دعب الله لنا يكوي ميت أدرس كي ميزانية دي سنة كني وحر الله شجعين أن قد دولت تلعبوا وين أكر لونو قاد دون ميزانية دودن قاسي بس دوك لا تلعب دنا يقاطي حكومة دودن كسعودية جاي يرين دونها مشارات كوزير دا وتراهن هوس لورد دون بقول كي بالله قاتان وحر الله يري وقت قدرات كي الله شقيه فصحى يجنون ذا كلا هلا شغلها دولد دودن كسعودية عربية وعمر كي يقول رئيسي مشار kalaga dhima shaqaalaha dawladda oo u dhigma laba meelood saddex shaqaalaha waddankaasi suuudigu suuudiga ayaa sheegtay inay $100 million ka dhimnaatay miisaaniyadii sanadkii hore 2015ka taasi oo sababtay inay dawladdu raadiso habraac cusub oo ay ku xakamayn karto hoos u dhacaasi ku yimid dhaqaalaha waddanka suuudiga